ثانية. ودلوقتي هنتكلم عن العنف الأسري. مين سبب في العنف؟ هل هو الراجل بطبيعته الخشنة هو سبب هذا العنف، ولا الست اللي ساعات بتخلي الراجل يتنفذ؟ ليه بتحصل حوادث كتيرة للعنف في بيوتنا العربية؟ وهل في روشتة علشان يهدي العنف ده؟ الأرقام والإحصائيات والدراسات كلها أجمعت أن المجتمعات العربية هي أكثر المجتمعات اللي بيحصل فيها عنف داخل الأسرة، وحددت 5 أسباب رئيسية للعنف ده. حنناقش الأسباب دي مع ضيفتنا الإعلامية المصرية منى مصطفى. أهلا وسهلا فيكي، وبعد شوي كمان رح تنضم لنا معنا الفنانة التونسية لبنى عمرو. أهلا وسهلا. أهلا بيكي جوليا، سعيدة أكون معاكم. الله يخليكي، أهلا وسهلا نورتينا. أول سؤال حأسألك إياه يا نهى، شو هو سبب العنف الأسري اللي عم بيصير داخل مجتمعاتنا العربية؟ طبعا العنف الأسري زي ما حضراتكم قلتوا إنه هو طبعا انتشر بصورة كبيرة جدا، سواء في الشرق أو في الغرب، وأسبابه بتكون